بس ابو العربي عمل لك مشاكل زمان. فاكر بقى زمان زمان يعني فكره كان زمان بقى ايه لو مثلا عملنا شخصيه بورسعيديه وفيها شويه كوميدي يقول لك يهين البورسعيديه, صعيدي يهين الصعيده. عملت ايه فكرني كده بالمشاكل اللي حصلت؟ والله انا عايز اقول لك على حاجه, البورسعيديه اللي هم يعني اهل بورسعيد ما فيش احلى منهم بامانه. انا شخصيا لي علاقات كتيره جدا بيهم واصدقاء كتير جدا, وهم حابين قوي شخصيه ابو العربي وكل حاجه. ساعه لما جيت عرض الفيلم استقبلوني استقبال خيالي لا يمكن يروح من بالي اطلاقا, وكانوا بيهدوني الشوكولاتات وجوز الهند, وعارفه جوز الهند كانوا كسروه كده ويهدوني الجوز الهند في افتتاح الفيلم. حاجه فوق ما تتخيلي, لا يمكن انسى المشهد ده في حياتي اطلاقا. يعني كرم البورسعيديه واستقبالهم ليا كان عظيم جدا. لكن طلع اتنين تلاتة كده من هناك كانوا ساعتها في المجلس المحلي على مش عارف ايه, وداخلين على انتخابات وحاجات, وقالوا ان الفيلم ده مش هو ده احنا ولا او ما ينفعش. ازاي يعني يقول هريها بوس من الحاجات اللي كانوا بيعلقوا عليها ازاي يرقص على قاعدة تمثال ديليسيبس وحاجات, وعملوا لي مشاكل بقى في الحتة دي قوي, لدرجة ان تم استجوابي في مجلس الشعب. يعني هم قدموا استجوابه كده ورحت رحت مجلس الشعب. كنت اول فنان يعني يحصل له حاجة كده يعني. عملت ايه لما رحت مجلس الشعب؟ انا رحت قلت لهم هنا هنا ليه قلت لهم هنا هنا ليه انا بقدم فن بقدم ابتسامة عايز اسعد الناس, انتوا جايبيني هنا ليه؟ فلقيت الشخص ما يعني طلع قال احنا معترضين على كذا وكذا وكذا وعايزين نوقف عرض هذا الفيلم. فكانت اللجنة الفنية في مجلس الشعب ايامها كانت برئاسة الاستاذة فايدة كامل الله يرحمها وقالت احنا هنتفرج كلنا على الفيلم وهنقول كلام يعني هنقول قرارنا يعني. تمام. وحصل انهم اتفرجوا على الفيلم وخدت اعلى سكسيف حياتي تسقيف لان الفيلم هم استمتعوا بيه وقالوا له ايه اللي انت بتقوله ده وايه اللي انت بتعمله ده, هو ده الفيلم في صالح بورسعيد وفي صالح شعب بورسعيد وبيقول كلمة حلوة وحاجات زي كده وبتاع. وانتهت هذه المشكلة تماما, وتعرض الفيلم ونزل وكسر الدنيا ايامها الحمد لله يعني.